بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم مشاهدينا الاكارم وعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بابي عبد الله الحسين سيد الشهداء ابي الاحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه وارحب بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عشوراء يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم صدق الله العلي العظيم تشير هذه الايه فيما تشير اليه الى ثلاث مسلكيات اجراميه تصدر عن الجبابره والاشرار والمفسدين في الارض وهي الكفر بايات الله وقتل الانبياء بغير الحق وقتل الذين يدعون الى بسط العداله في ساحه المجتمعات والامم ويدافعون عن اهداف الانبياء وشرعه الرحمن وحفظ انسانيه الانسان ويهدفون من وراء ذلك لخنق كل صوت يدعو الى الحق ولاطفاء نور الله وطمسه وتلك المسلكيات هي من جمله خطط ومشاريع الطغاه وشرار الخلق في كل عصر وزمان ومنهم مشاهدين بنو اميه الذين سعوا للقضاء على روح الاسلام وتعاليمه الساميه والقضاء على حجج الله وحفظه الدين وبعث الجاهليه وسن الملكيه وتحويل الناس الى عبيد يستخفون بهم ويمسخون عقولهم ويميتون فطرتهم ويسلبون منهم إرادتهم وكل حق إنساني بالحرية والكرامة والعدالة في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان خطط المشروع الأموي للقضاء على الإسلام وحرف الفطرة والفكر الرشيد كما نجيب على اسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ولهذه الغايه يسعدنا ان نستضيف استاذ الدراسات العليا في الحوزه العلميه سماحه الشيخ اسد محمد قصير اعزائنا هذا فاصل ونواصل بعده فابقوا معنا ان من اعظم النعم الالهيه علينا هي مجالس العزاء التي تقام لذكرى فاجعه عاشوراء هذه النعمه الكبيره التي تربط القلوب بمنابع الايمان بالله وبالغيب مباشره التي اخافت وافزعت الحكام والطواغيط من زمن بني اميه الى يومنا هذا الامام الخامنئي دام ظله. اهلا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد واذكركم بان هذه الحلقات هي مجالس مفتوحه لكم لاتصالاتكم لمداخلاتكم لابداء ارائكم وهي مفتوحه لجميع ابناء المذاهب الاسلاميه. اسمحوا لي مشاهدينا أن أستقبل ضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء. اهلا بكم دائما سماحه الشيخ، بالامس بينتم بالادله والشواهد يعني المشروع الاموي للقضاء على الاسلام ولحرف الفطره والفكر الرشيد، وذلك من خلال اقرارات زعماء بني اميه ومن خلال مسلكياتهم العمليه وايضا من خلال شهادات الصحابه ومن كان حتى على مقربه منهم يعني ومن مجالسهم اليوم ايضا لديكم المزيد والمزيد من خلال تطاول هؤلاء على اهل البيت وعلى مشروع الاسلام وعلى حفظه الدين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الملفات الامويه في مجال تحريف الاسلام كثيره وطويله ولا يسع المجال أن نذكر حتى الخلاصات ولكن لابد لنا أن نقف عند بعضها وأن نبين بأن بني أمية والمشروع الأموي كما أحب أن أعبر عنه دائما لأن هذا مشروع المشروع الأموي كان يعتقد أنه لا يمكن أن يستعيد الجاهلية كما أراد أبو سفيان وصرح بذلك. لا يمكن أن يستعيد الجاهلية إلا بالقضاء على الإسلام فكرًا وعقيدة وفقها وقيمًا وأخلاقًا. فلأن لا يمكن أن يجتمع في عقل الإنسان وفي قلوب الناس، لا يمكن أن يجتمع متناقضان. منظومة فكرية أموية جاهلية و... ويجتمع أيضا في نفس الوقت فيها في عقول الناس يجتمع منظومة الإسلام المحمد الأصيل هذه قاعدة على كل حال في العلم الاجتماع من القواعد الواضحة بأن الإنسان لا يمكن أن يحمل ثقافتين لا. لا يمكن أن ي... يعني يكون لديه قناعة فكرية في عقيدتين فهي القلب الواحد كما يعبر عنه القران الكريم قلب الواحد فبالتالي نحن امام هذه المعادله التي اراد بني اميه ارادوا لها ان تتحول الى واقع في الساحه الاسلاميه في عقول المسلمين هو انه لا بد من ازاحه ثقافة الإسلام المحمد الأصيل وقيم الإسلام المحمد الأصيل الذي هو قيم الأنبياء المنظومة الدينية التي جاء بها الأنبياء والكتب السماوية يعني منظومة العدالة والرحمة والمحبة والكرامة الإنسانية سمعت نعم. شيخ فقط نذكر منظومة الحرية. المشاهدين أن هذه المشاهد تأتينا من حرم الإمام الحسين في كربلاء تفضل سمعت شيخ واستبدال هذه المنظومة بالمنظومة الجاهلية الأموية التي أسوأ من الجاهلية التي كانت قبل الإسلام كما بيّنت بالأمس نعم فأمام هذه المعادلة كان لابد للإمام الحسين أن يخرج لابد أن يخرج وهذا التكليف هو بعينه تكليف عيني على الإمام الحسين عليه السلام <applause> لأنه هو الذي يمثل الإسلام <applause> هو البقية الباقية من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو سكت الحسين لا انحرف الإسلام وسجل التاريخ بأن هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد يعني الإسلام الأموي هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولندثر الإسلام المحمد الأصيل وبالتالي يعني لا يمكن للإنسان بعد أن يميز بين الحق والباطل بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزور وهذا الذي الآن حصل في وقتنا الحالي هناك الكثير كما ذكرت بالأمس حتى على مستوى العلماء على مستوى على مستوى الناس يعيشون الإسلام الأموي وهم يحسبون أنهم على خطى <applause> الاسلام المحمد الاصيل. نعم. وكمثال الفئه الوهابيه. الفئه الوهابيه تعيش الان المنظومه منظومه الاسلام الاموي. التكفيريون الذين الان هم امثله شاهده وحيه. هؤلاء في سلوكهم، في وحشيتهم، في عنفهم، في تكفيرهم، في قساوتهم، في الكثير من سلوكياتهم هؤلاء يعيشون الاسلام الاموي ولكن لا يشعرون يحسبون انهم يحصنون صنعه ويحسبون انهم يعشون يعتقدون بالاسلام, بالإسلام الاصيل بالاسلام المحمدي ولكن هؤلاء يعيشون الاسلام الاموي في فكرهم وفي عقيدتهم وكذلك في سلوكهم في اخلاقهم من هنا كان علينا نحن ان نبين من خلال هذه الحلقات نبين ملفات الاجرام والانحراف الاموي حتى يتبين للناس اولا عظمه ثوره الحسين عليه السلام لانه لولا هذه الثوره لما بقي الان بين ايدينا لما وصل الينا الا الاسلام الاموي لولا ثوره الحسين عليه الصلاه والسلام ما وصل الينا الاسلام المحمد الاصيل لولا واقعة الطف ما كان الآن عندنا نحن ميراث الأنبياء وبالتالي الناس كانت الآن تعيش الإسلام الأموي بكل انحرافاته وهي تظن أنها أنها تلتزم بنهج محمد صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم هي قضية مهمة جدا <applause> ومن هنا ال المشروع الاموي من اجل القضاء على على الاسلام المحمد الاصيل ومن اجل ايضا ان يستمر بالحكم من اجل ان يسيطر على الناس ويسيطر على الارض والعرض ويهيمن على الناس ومن اجل ايضا ان يستبدل من اجل ايضا ان تهيمن منظومته الفكريه تهيمن على الناس وتحتل عقول الناس كان لابد له ان يكون لديه مشروع للقضاء على الاسلام. الاسلام المحمد الاصيل، كيف يقضي على الاسلام المحمد الاصيل؟ كما ذكرت بالامس الخطه واضحه من خلال قراءه تاريخ بني اميه وخصوصا معاويه. معاويه الذي هو نفذ المشروع الاموي. اما ابو سفيان كان هو المنظر يزيد هو يزيد ثلاث سنوات يعني لم يحكم مده طويله وهو كان مترجم للعقليه الامويه بوحشيته وعنفه وما فعله على كل حال في كربلاء وفي المدينه المنوره وفي مكه المكرمه. نعم من جاء من الحكام المروانيين نعم ايضا كانوا على خطى معاويه. فاذا معاويه هو الراس المدبر للمشروع الاموي. ما هي خطه معاويه في هذا المجال؟ خطه معاويه هي انه أنه أن يقضي على جوهر الدين يقضي على يدمر ركائز الدين روح الإسلام كما عبرتم في المقدمة روح الإسلام إذا, إذا دمر روح الإسلام إذا خرب روح الإسلام يعني إذا فرغ الإسلام من, من محتواه بالتالي يكون قد وصل إلى هدفه كيف يخرب محتوى الإسلام محتوى الإسلام لابد ان يستهدف كما ذكرت بالامس يهدف يستهدف ركيزتين او كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الثقلين لا. اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي لا. لابد ان يحرف القران لابد ان يحرف القران لفظيا كما ذكرت لا. وكذلك معنويا ولابد ايضا ان يقضي على على الثقل الثاني الذي هو له دور أهم من القرآن م. كدور أنا أتكلم م. القرآن هو أقدس هو الثقل الأكبر ولكن أهل البيت لهم دور أهم في حفظ الإسلام م. لماذا؟ لأن القرآن كما القرآن حماد القرآن صامت كما يعبر أمير المؤمنين م. وأما أهل البيت فهم الذين يفسرون القرآن هم الراسخون في العلم م. وبالتالي حفظ القرآن معنويا لا لفظيا م. حفظ القران معنويا متوقف على وجود اهل البيت عليهم الصلاه والسلام حفظ سنه النبي سنه النبي لا بد ان يكون هناك لها حفظه ورثه يرثونها يحفظونها يدفعون عنها التزوير تزوير المزورين وابطال الجاهلين فلا بد ان يكون هناك شخصيات من هنا هذه فلسفه الامامه لأنه لكل قوم هاد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين ذكر هذه المعادلة المهمة جدا والتي للأسف يعني نحن لم نبين دلالات هذه المعادلة <applause> إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن يفترقا تأبيد لن يفترق تأبيد لان 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 الله عز وجل بحكمته يعلم بانه لو بقي القران لوحده لاستطاع المحرفون ان يحرفوا القران لو ما لو لم يحرفوه لفظيا كما حاول معاويه ان يحذف بسم الله الرحمن الرحيم لحرفوه معنويا فكان لابد ان يكون هناك شخصيات مقدسه عالمه معصومه هي فلسفه الامامه إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهدي وقال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ما هو دور الإمام دور الإمام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا هذه فلسفة أنه لابد بد أن يكون هناك إمام مع القرآن إلى يوم الدين وهذا دليل على أن هناك إمام حي لا بد أن يكون هناك إمام حي طالما أن القرآن موجود وكان وطالما أن القرآن لم يرفع، على كل حال هذا حديث نتكلم عنه إن شاء الله في أبحاث الإمامة. فإذا المعاوية أدرك أنه أنه لابد أن يحرف القرآن ولا بد وهذا هو الأهم وهذا هو الأخطر في المشروع الأموي وعلم معاوية سر هذه المعادلة لابد أن يقضي على أهل البيت. يغتال أهل البيت يغتالهم معنويا وجسديا لأنه طالما أن أهل البيت موجودين لا يمكن تحريف القرآن طالما أن أهل البيت موجودين طالما أنهم موجودون لا يمكن أن يتلاعب بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو تلاعب ستنكشف اللعبة لأن هناك هناك حافظون للقرآن مفسرون للقرآن وهناك حافظون لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. م. انا الان لا قبل ان ابدا فيما فعله معاويه في 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 مشروعه للقضاء على اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، اسمحوا لي هنا ان اعود مره اخرى الى ما فعله معاويه من تحريف معنوي للقران. م. انا بالان ذكرت مثال تحريف عقيده قرانيه مهمه جدا وهي ان الانسان مخير. نعم. الإنسان ليس مسير، ليس مجبر كما أراد معاوية أن ينشر هذه الثقافة، قال بأنه يزيد خلص الله عز وجل هو اللي انتخب يزيد، هذه مشيئة الله تعترضي يا أم المؤمنين على مشيئة الله؟ أنت مخالفة للقرآن فحفر لها حفرة ورماها في الحفرة. مه. نعم. فإذا هذا تحريف معنوي للقرآن. طيب من التحريفات المعنوية للقرآن وهي كثيرة جدا 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 لا يسع المجال أن أذكرها من التحريف المعنوي للقرآن يعني كل ما فعله معاوية من مخالفات شرعية مثلا يحلل الربا صور الربا الذي نزلت فيه الكثير من الآيات التي تنهى نهيا شديدا عن حرمة الربا ولكن معاوية كان يتعامل بالربا وينشر الربا على الطريقه اليهوديه. م. الاصنام الاصنام، كم القران نهى عن عباده الاصنام؟ معاويه كان يتاجر بالاصنام. م. طبعا قد يكون هذه الكلمات او هذه المعلومات قد تكون غريبه عن 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 اذهان الشيعه والسنه. م. ولكن كل ما اذكره لي دليل عليه معتبر من كتب اخواننا اهل السنه والجماعه. م. يبيع اصنام بيتعامل بالربا. يبيع الخمر يسمح ببيع الخمر الذي هو رص من عمل الشيطان لم يترك قضية قرآنية لم يترك لم يترك أساس قرآني قضية قرآنية وإلا ارتكب معاوية خلافة من أجل ماذا؟ من أجل أن يضرب القرآن الكريم من أجل أن يحرف القرآن الكريم لأن الناس طرح حاكم خليفة باسم الإسلام <applause> يحلل الربا بعد لما عندما يقرؤون في القرآن أن الربا حرام بيفكروا أن هذه الآية نسخت طبعا لهذا السبب معاوية عندما أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم لوين رع المدينة هو حاكم وعلى منبر الرسول وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك حذف بسم الله الرحمن الرحيم فضج أهل المدينة يا معاويه سرقت سرقت القران سرقت الصلاه عمود الدين قالوا له سرقت لا. لانهم يعلمون انه فعل ذلك بنيه خبيثه سارق مجرم محرف هكذا قالوا عنه اهل المدينه رضوان الله تعالى عليهم ما سكتوا وهكذا كل ما فعله معاويه من جرائم هي في الواقع أراد أن يحرف القرآن ولكن تحريف معنوي للقرآن الكريم جيد هنا طبعا لا أريد أن أبين لكم كل التحريفات المعنوية للقرآن الكريم ولكن قليل منها أولا لاحظوا القرآن الكريم يقول شورى شورى بينهم شورى في شورى في الإسلام طبعا مع غياب المعصوم مع غياب المعصوم أيضا هناك ايضا هناك من نحن ما نعبر عنه يعني ان يكون فقيه حاكم بغض النظر عن هذا الموضوع لا. الشورى في القران الكريم واضحه ان الحكم لابد ان يكون مع الشورى لا. المعاويه لغى الشورى لا. لغى الشورى القران الكريم ايضا يعبر عن الحكم بانه حاكم ولي ولي يعني يتولى شؤون المسلمين عملها ملك عضوض ماذا طيب العصبيه القبليه، الملك العضود نعم. الحكم بالوراثه، نعم. الان هذه الانظمه الحكم بالوراثه، نحن من اين نعلم أن هذه هذه اسلام اموي؟ نعم. الان بدول الخليج هذه هذه الوراثه، نعم. من اين نعلم ان هذا اسلام اموي؟ من ثوره الحسين؟ نعم, نعم. عقيده الجبر، الطاعه المطلقه العمياء للحاكم، نعم. يركب على ظهرك وبيجلد جلدك وبجلدك نا. ولا بد أن تطيع وتسمع هو هذا الإسلام هو هكذا مم. القرآن القرآن قدم منظومة العدالة نا. القرآن قرآن العدالة نا. كم تحدث القرآن الكريم عن العدالة ليقوم الناس بالقسط لأن تبروهم وتقصد إليهم أصلا الإسلام بكلمة واحدة والعدالة العدالة ولكن معاوية قال بأنه هذه العدالة ليس مسؤولا عن الحاكم نا. الحاكم كان ظالم كان أشد الناس إلا أن يصدر منه الكفر البواح يعني إلا أن يصعد ويقول لهم أنا كفرت يا جماعة كفرت بدينكم وهذه طبعا لن يفعلها أحد نعم ربما اعتذروا الولوبي... له بأنها ساعة تخلي ولعله يتوب أيضا <تصفيق> أيضا <تصفيق> أخيرا في العربية السعودية ظهر أحد العلماء الوهابية هؤلاء علماء الوهابية المدرسة الأموية يعني نا. على طريق ابن تيمية قال حتى لو خرج الولي العهد هلا الولي العهد او الحاكم ما اعرف هلا انا ناسي بس بعتقد هو كان يتكلم عن الولي العهد م. بانه لو خرج وزنى وشرب خمر بث مباشر م. ليس لك الحق ان تعترض عليه م. م. لا قبل قبل ثلاث سنوات يعني سمعنا هذا السجون لغيره وله م. المغفره لا يعني. لا. يعني لانه معاويه زور هذا انا بسميها الامويات م. معاويه دس احاديث ومن هذه الاحاديث هي هذه بانه بانه اولا اذا اجتهد فاخطا فله اجر ومعاويه كان يجتهد ويخطئ وله وهم له اجر يعني بيركب على ظهرك وبيظلمك ويفعل كل ما يفعل اجتهد فاخطا فله اجر يعني بيظلمك وماجور ثم أيضا اخترع أحاديث أخرى بأنه أن عليك أن تطيعه ولو كان رأسه الزبيبة عليك أن تطيعه ولو جلد لو جلد ظهرك وأكل مالك وأنا من عندي أقول لو ركب على ظهرك وهتك عرضك لابد أن تطيع وتسمع عجيب يعني هذه هذه في شريعة الخنفشارية غير موجودة <applause> يعني القرآن الذي تكلم عن العدالة مم. منظومه العداله هي منظومه العداله والكرامه الانسانيه في القران اصلا الاسلام هو كرامه انسان الاسلام هو حريه الاسلام هو عداله هذا هو جوهر الدين الاسلام هو رحمه ولكن معاويه يريد ان يقدم الاسلام بطريقه اخرى على وباسم الاسلام طيب سب, ال... سب اهل البيت انا ساتكلم عن هذا الامر التكفير تفريق المسلمين آه، تقطيع الجثث كان يعني يقطع جثث م. قطع الرؤوس وحمل الرؤوس طيب ثم عفوا انا لانه جيد ح... حمل الرؤوس م. ثم قتل الاطفال م. سبي النساء كما انا ذكرت انا اذكر اكثر من مره انه اتذكر اهل اليمن وبذكر المسلمين معاويه ارسل بسر بن ارطع الى اليمن نعم فقتل ما بين سبعين ألف إلى مائة وعشرين ألف من أهل اليمن وقتل النساء وسبى النساء وكانت تباع المرأة اليمنية المسلمة المسبية كانت تباع بحجم بعظم فخذها الله أكبر آه. هذا معاوية هذا على عهده سمعت شيخ وصل التبرير لهذه الافاعيل الشيطانية الخبيثة المجرمة انه احيانا تصدر من والي وهو ليس له علم يعني، تصدر من ابن زياد وهو ليس له علم، تصدر من من عامل لمعاوية وليس له علم، إلى هنا وصل التبرير سمحت الشيخ. نعم. من الجرائم أيضا من الـ من, الـ من الأمور التي فعلها معاوية أن الرشوة، الرشوة، شراء الذمم. فرض الضرائب مساكين اهل الامازيغ. اهل الامازيغ نكل فيهم معاويه تنكيل واقعا انا كل ما اقرا كل ما اقرا يقشعر بدني. اهل الامازيغ البربر. لا. كان ياخذ كان ياخذ منهم ضرائب كبيره عاليه جدا. والعائله البربريه التي لم التي لا تدفع الضريبه كان ياخذ بناتهم ياخذهم سبايا. م. هم مسلمون. م. مسلمات يعني. او يشتر يعني ياخذ ابنائهم ياخذهم عبيد. نعم. هذه طيب ماذا اخبركم عن عن يعني عن يسترق أبنائهم الق... يسترقهم. كما نعم. كانوا في الجاهليه اذا لم يدفع الربا يسترق أبنائه او يستعبده يعني. م. م. طيب شن حروب من اجل الغنيمه. حروب كان يبعث ناس على العراق من أجل الغنائم حروب يقتل م. الناس عشرات الآلاف من الناس طيب. تسليط الحيوانات المفترسة المفترسة على المعذبين الآن اللي بيعملوها الأمريكان آه نفس الطريقة بسجن أبو غريب آه هن هؤلاء الأمريكان هن هول نفس الخط نفس الاتجاه الخط السفياني تعليق النساء باثداء بثديهن لا حول ولا قوه الا بالله دفن الناس احياء سمل الاعين هذه لا. طبعا نسبوها الى الرسول لا. كذبا وزورا هذا فعل معاويه لا. الالقاء من المباني العاليه كما فعلوا بمسلم بن بن عقيل قطع الالسنه لا. ذبح الاطفال امام اولادهم اجبار البربر على بيع نسائهم وابنائهم، اهل الامازيغ، حي الله اهل الامازيغ. لأنه كانوا مخلصين لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام. ماذا؟ دفع جوائز، اتوني براس عمار، اتوني براس عمرو بن حمق الخزاع، بيدفع جوائز حتى يجو ياتي بالراس. ماذا؟ هذا كله تحريف تحريف للقران تحريف معنوي للقران. لأنه يريد أن يقول معاوية بأنه هذا هذا هو الإسلام أنا ما أفعله أنا حاكم مسلم. أنا حاكم مسلم وبالتالي هذه تصبح سنة ومن هنا حينئذ معاوية يحرف القرآن بهذه الطريقة هذا طبعا أنا كل ما ذكرت عندي دليل عليه ولكن المجال لا يسع أنا هنا أريد الآن أن أنتقل إلى ملف آخر وهو أن الخطة الأموية كما ذكرت أولا تحريف القرآن لفظيا ومعنويا ثانيا كما ذكرت هو القضاء على أهل البيت وهنا في هذا المجال أيضا الملفات كثيرة جدا وربما يعني سمع المسلمون ماذا فعل على كل حال معاوية في أهل البيت وفي وبعد ذلك يزيد وهذه القضايا على كل حال سمعوا ما سمعوا ولكن انا اريد ان اقدم نموذج فقط يعني لما فعله معاويه في اهل البيت، ما طبعا اهل البيت انا ما احتاج ان اذكر يعني من هم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام؟ لاقل حقوقهم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، اقل حق لاهل البيت. غير حق الطاعه وحق لهم حقوق كثيره على الامه. ولكن معاوية يعلم بأنه إذا لا يقضي على أهل البيت إذا لا يعطل أهل البيت عطل. الأمير المؤمنين جاء إلى الحكم أول ما جاء أمير المؤمنين إلى الحكم عرف معاوية بأنه إذا حكم أمير المؤمنين بعد حينئذ لن،, لن تصل إليه وسيقدم الإسلام كما هو لا يمكن أن ترجع الجاهلية لهذا السبب أول سنة معركة الجمال معركة صفين يعني أربع سنوات لم يترك معاوية طريقة وأنا طبعا أعتقد بأن الذي قتل عثمان هو هي كانت مؤامرة من من معاوية وعمر بن العاص وأنا عندي الأدلة على ذلك وفعل وكانت فتنة عثمان وفعلوا ما فعل ما فعل معاوية كان يعني يستهدف أهل البيت بأي طريقة بأي أسلوب بحرك الصحابي من هنا بيشتري ذم الصحابي من هنا ويفتن الناس والحروب هذه الحروب من من مسؤول عنها لا. بحسب الظاهر هلا معركه الجمل طلحه والزبير وام المؤمنين عائشه لا المحرك لهذه الحروب هي هو معاويه صانع الحروب صنع حروب وعلى كل حال بالتالي معاويه كان عنده خطه للقضاء على اهل البيت اغتيال لا. اهل البيت اغتيالهم جسديا واغتيالهم معنويا لم يترك وسيله معاويه الا هكذا كان يزيد وعلى كل حال القضيه في كربلاء واضحه وانا ساتكلم غدا عن ما فعله يزيد بالخصوص في اهل البيت في كربلاء ولكن هنا ساقدم لكم نموذج مما مما جريمه من جرائم التي فعلها معاويه في حق اهل البيت الذين كما ذكرت طالما ان النبي يذكر في اهل البيت من حديث الدار يعني من من بدايه البعثه الى الغدير وما بعد الغدير واهل بيتي واذكركم الله في اهل بيتي واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي وهم سفينه النجاه ولم يترك والايات التي نزلت في اهل البيت ايه المباهله وايه ال... وايه التطهير وايه الولايه كل هذه الايات التي نزلت في اهل البيت عليهم الصلاه والسلام كل هذه الاحاديث في اهل البيت الاحاديث في علي عليه الصلاه والسلام من كنت مولاه فهذا علي مولاه يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا الا منافق كل هذا بالرغم من ذلك معاويه استطاع واستغل انه في الشام بعيد عن المدينة المنورة استغل هذه استغل هذه القضية وقلب قلب حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام هو حب أهل البيت قلب حب أهل البيت إلى بغض كما يقول الذهبي بأنه رب أهل الشام على النصب نصب هذا النصب الذي هو هو يعني هو أبشع من الكفر الذهبي يقول لاحظوا هنا في هذه النصوص سب أهل البيت سب سب علي على المنابر صارت سنه نعم. وهو يقول بأن هذه سنه يشيب يشب عليها الصغير طبعا. الشاب نعم. ويشيب عليها الكبير نعم لاحظوا مثلا سب أهل البيت كما يذكره صحيح مسلم صحيح مسلم بكل صراحه يقول بأن معاويه علم سن سنة سب اهل البيت، سب سب علي عليه الصلاه والسلام، لاحظوا. في صحيح مسلم امر معاويه بن ابي سفيان سعدا فقال: ما منعك ان تسب ابا ابا التراب؟ ليش ما بتسب ابا تراب يا سعد؟ طبعا سعد كان من كبار الصحابه نعم وسعد كان كان شاهدا على الايات التي نزلت في اهل البيت وكذلك على الأحاديث الكثيرة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد سعد كان عنده جرأة ما منعك أن تسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله ذكر ثلاث فضائل فقط سعد فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ذكر ثلاث فضائل سمعت رسول الله يقول له لعلي خلفه في بعض مغازي فقال له يا علي أما طرد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حديث حتى تعرف منزلة نعم. المنزلة اقرأ القرآن الكريم م. الذي دائما يجمع قرآن موسى وهارون نعم. هارون وموسى م. على كل حال إلا أنه لا نبوة بعدي ثم ثانيا سمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال فتطاولنا عليها فقال ادعوا لي عليا فأتى به أرمد فبصق في عينيه من ودفع الراية إليه فارتد بصيرا ففتح الله عليه ولما قصة خيبر على كل حال معروفة ثالثا ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا هذه ايه, المباهرة آية المباهرة فمن نعم. حاجك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا من انفسنا علي وانفسكم ثم نبتهل فنجعل الله نطل على الظل فقال انا طالما سمعت هول الثلاثه هول الثلاثه بكفيك لمعاويه حتى تعرف من هو علي ولكن معاوية لم يرتدع وأسس سنة السب وكانت المنابر على المنابر على المنابر كان يسب علي كان يسب على المنابر ستين سنة حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأوقف هذه السنة الأموية ويريد نعم. أن يقرن ذلك بصلاة الجمعة يعني يتعبدون بالسبت يتدينون بالسب وليست المسألة فقط يعني كمعارضة سياسية لخصم، يريد أن يقرن ذلك نعم بالدين ويجعله شرعة نعم، هو هو لماذا كما ذكرت بالأمس، لماذا يريد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم يحذفها؟ هو كان يحذفها بالشام نعم بس أهل الشام ما كانوا يعرفوا فأراد أن يحذفها وين؟ في المدينة، حتى تصير سنة وأيضا هو عندما ذهب إلى المدينة أيضا في بعض الروايات التاريخية تقول صعد إلى المنبر فنال من علي فقام له أهل المدينة قالوا له ماذا تفعل عم تسب, الإمام علي تسب في المدينة على منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السبب في الحديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ولكن ما قتلوه فكانت إلى الآن نحن ما زلنا الآن نعيش نعيش هذه المصيبة هذه الثقافة الأموية ما زالت إلى يومنا هذا على كل حال فمعاوية كان يتقصد أن يفعل ذلك باسم الإسلام على المنبر يوم الجمعة في الصلاة من أجل ماذا من أجل كما ذكرت أن يشوه الإسلام ويدمر الإسلام باسم الإسلام مه. ولهذا السبب خرج الإمام الحسين لو معاوية فعل ما فعل لو المشروع الأموي فعل ما فعل باسم ال... باسم الجاهليه لا. باسم القيصريه م. يمكن انا انا متاكد ان الامام الحسين يمكن ما خرج نعم لا. لانهم يكونوا مفضوحين بهذه الطريقه لا. ومعروف خطهم وين وخط اهل البيت وخط الاسلام وين اه. ولكن لانه كان يفعلها باسم الاسلام اه. ولان المشروع الاموي اراد ان يهدم الاسلام باسم الاسلام من اجل هذا خرج الامام الحسين و قال إذا لا أخرج لا يبقى من الإسلام إلا اسمه من الدين إلا رسمه م. لاحظوا أيضا من الروايات أيضا مهمة جدا م. التي تدل أنه كيف كان معاوية يحاول اغتيال أهل البيت تشويه سمعة أهل البيت م. فضائل أهل البيت أخفاها وفي فضائل جعلها نقلها إلى أشخاص إلى بعض الصحابة ليس حبا بالصحابة إنما كرها بعلي و وكان أيضا كل من كان يحدث في فضائل أهل البيت كان يعاقبه وكل من كان يظن أنه يتبع أهل البيت من شيعة عليه كان يقتله يعني معركة معركة شاملة حرب شعواء على أهل البيت عليه الصلاة والسلام الذي <applause> حصل في كربلاء هذه كانت آخر الفصول آخر الفصول فلاحظوا هنا معاوية مثلا ماذا كان يفعل بان لاحظوا هذه ذكرها الذهبي، الذهبي الذي هو عنده م. هوى اموي، لا. هو تلميذ ابن تيمية يقول وخل... وخلف معاوية او هي خلف خلف معاوية خلق كثير يحبونه، وان كان انا بعتقد م. الاولى هو الاصح، خلف معاوية خل... خلقا كثيرا م. يحبونه ويتغالون فيه لانه كان يقول لاهل الشام انه انا وصي الرسول وفي روايه انا اذكر في التاريخ روايه تاريخيه بانه عندما جاء اليه وفد مصر اوهم الناس انه هو النبي اوهمهم لاهل مصر هو هو النبي طبعا انا بعدين ان شاء الله اذا احد يعني يريد الاكل اللي... ألا يعني و... و... وإما قد ملك إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء لاحظوا هذا الذهبي كيف بده يبرر لمعاوية نعم. أنه يعني يعني سلب عقولهم لأهل الشام بالكرم وبال نعم. على وتر... وتربى أولادهم على ذلك نعم. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة يعني الص... قليل لأنه الصحابة كانوا مع أهل البيت لهذا نعم. السبب أنا دائما أقول للشيعة انتم ما تصدقوا الوهابيه اللي دائما يحاولون يلقنوكم بان انتم ضد الصحابه الصحابه تاريخيا مع اهل البيت الصحابه ضد معاويه ضد الوهابيه يعني ضد ابن تيميه هو صعب عليه ان ان يعني ان يستميل الصحابه فاستمال هو وولده ابناء الصحابه او بعض ابناء الصحابه كعمر بن سعد يسير هو يقول يسير من الصحابه اشترط ضعفاء النفوس والا الصحابه بشكل عام وأربعين صحابي بدري استشهد مع امير المؤمنين بدري فالصحابه نحن نحن نحب الصحابه نحن نقدس الصحابه والوهابيه الذين هم اتباع معاويه واتباع ابن تيميه هم الذين قتلوا الصحابه وهم الذين يكرهون الصحابه ولكن الان الوهابي للاسف استطاع بحركة إعلامية كبيرة جدا أن الشيعة ضد الصحابة الشيعة يسبون الصحابة الشيعة يكره وهذا غير صحيح للأسف هناك بعض الشيعة انطلت اللعبة الوهابية على إذهانهم على كل حال يقول وحاربوا معه أهل العراق أهل العراق يعني حاربوا مع أمير المؤمنين والدهب مريد يقول أمير المؤمنين ونشأوا على النصر هو يقول لا الذهبي يقول لا. يعني نشأوا هو لا يريد ان يقول رباهم، الذهبي يريد يعني نشأوا من عندياتهم بالعبارات. يعني هم يعني من اه عندياتهم يعني نشأوا يعني على ذلك ايه بيبنيها على على الفعل المجهول يعني، ولكن هذا على كل حال وان كان انا الذهبي على فكره يعني عنده بعض الامور فيها انصاف يعني ولكن بالنهاية هو تربية ابن تيمية نعم اللي تيمية عندما كتب منهاج السنة ونظر للفكر الأموي وأيضا لم يترك فضيلة لأهل البيت إلا وانتقص منها وحرفها على طريقة معاوية علماء أهل السنة والجماعة في عهد ابن تيمية أربع قضاة حكموا عليه بالسجن وأنه ناصبي م. ومات في السجن لا. ابن تيمية طيب جيد فيقول نشأوا على النصب من اللي نشأ على النصب من اللي رباهم على النصب م. معاوية عشرين سنة حكم علمهم على النصب نعم no. ما هو شو النصب؟ النصب يعني يتدين يعني no. عنده العداء لاهل البيت دين 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 no. فهذه يعني تصور يحول شخصيات اهل البيت من مقدسه نعم no. الى الى شخصيات يعني شخصيات no. مكروهه في في اذهان المسلمين حتى قيلوا هل يعني حتى قيل وهل علي يصلي يعني ايه <سؤال> علي بعدين عرفوا انه بيصلي هلا يقولون اهل الشام لا يميزون بين الناقه والجمل لا هن يبررون لمعاويه اهل الشام هن بسطاء لا اهل الشام ما كانوا بسطاء هناك كان تضليل اهل الشام كان تضليل نعم كان في عملية تضليل إعلام عشرين سنة لأنه أنتم تعلمون أنه تغيير الثقافة لا يتم بسنة وسنتين يحتاج إلى وقت أنت بدك ما. تغير ثقافة يحتاج إلى تغير أجيال <سؤال> فمعاوية عمل عملية هذا التغيير الثقافي خلال عشرين سنة طبعا نجح في الشام ولكن لم ينجح في المدينة المنورة لم ينجح في العراق لماذا؟ لأنه بالعراق كان في أهل البيت كان في الصحابة وبعدين الذي أفشل المشروع الأموي الذي كما ذكرت اللي هو اللي هو إفساد في عقول الناس إفساد ثقافي وفكري وقيمي الذي أفشله هو الإمام هو دماء الإمام الحسين في كربلاء دماء الامام الحسين فضحت بني اميه فضحتهم وكتبت كتبت بالدم ان ان المشروع الاموي هو مشروع ان ليس فقط هو مشروع مخالف للدين بل هو مشروع يريد ان يقضي على الاسلام ويقضي الـ. على الدين نعم سيقضي نعم اسمح لي فقط ان نستقبل بعض يعني يعني الاتصالات والرسائل الباب مفتوح لكم مشاهدين الأكارم للاتصال هذه الرسالة الصوتية من صديق البرنامج دكتور أحمد من لندن مخرج لو سمحت تفتح الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم تحياتي إلى الدكتور جمال وإلى سماحة الشيخ الفاضل الشيخ اسد محمد قصير تحياتي لك حلقات رائعه وخصوصا حلقة هذه حلقه هذا اليوم م. انا من وجهه نظر اهل السنه اقترح ان تقسم جرائم بني اميه الى خمسه اقسام القسم الاول جرائم ضد الله سبحانه وتعالى نفسه م. من عقيده الارجاء والجبريه والتشبيه والتكسيم لصفات الله سبحانه وتعالى ثم النصب. النقطه الثانيه الجرائم ضد الرسول الله صلى الله عليه واله نفسه من دفن لاحاديثه الصحيحه واختراع لاحاديث مزيفه. نمره ثلاثه الجرائم ضد ال البيت وقتل ولعن وقتل الامام علي وقتل الإمام الحسن ثم قتل الإمام الحسين عليه السلام نمرة أربعة سفك دماء الصحابة مثل عمار بن ياسر وأهل بدر الذين قتلوا سبعين منهم م. وأهل المدينة في وقعة الحرة نمرة خمسة جرائم بني أمية ضد عامة المسلمين م. من تزييف العبادات والعقائد والتي ما زالت موجودة إلى اليوم مم. الحقائق على الارض تثبت هذا لان بنو اميه انشاوا المنظومه الفرعونيه مم. فرعون وقارون وهامان حياكم الله وبارك فيكم اللهم صل على محمد وال محمد شكرا للدكتور احمد جزا الله خير على هذه المداخله مجموعه ايضا من الاسئله سمعت شيخ سنطرحه عليك بعد ان تكمل ما تبقى من هذه المطالعه القيمه تفضل سمعت شيخ التقسيم الذي ذكره الدكتور دكتور العزيز فعلا تقسيم انا عندي نفس التقسيم انا مقسم يعني جرائم المشروع الاموي نفس التقسيم جرائمهم في في على جرائمهم في حق القران في اهل البيت حتى في الصحابه وفي ايضا انواع من الجرائم جرائمهم بحق الانسانيه يعني الملف الأموي بالتعبير م. المصري منيل بسبعين بألف دينار يعني لم يتركوا قبيح إلا وارتكبوه كما ذكرت لأنه هو مشروع هو ليس فقط القضاء على قيم الإسلام المنظومة الدينية يعني يريدون تغيير فطرة الإنسان قيم م. الإنسانية ف... مثلا قضية قتل الأطفال ويعني جزاه أجاد عندما عبر الطريقة الفرعونية لأن الطريقة الفرعونية هي هذه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، طيب ماذا يفعل؟ يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم، معاوية نفس الطريقة فعل ذبح طفلين في حجر أمهما فهامت في اليمن فهامت على وجهها في الصحراء جنة الان هؤلاء الدواعش الان هؤلاء جماعه معاويه طبعا المساكين هؤلاء جماعه دواعش الان مساكين مخدوعين بروايات هالروايات يا جماعه وهذه الروايات الان للاسف هي الان موجوده في كتب كتب تسمى بالصحاح مخدوعين بروايات هذا من من خدعهم معاويه هو الذي دس هذه الروايات ويستحي نسائهم هكذا فعل معاويه سبع نساء مسلمات على كل انه كان من المفسدين. هذه نعم. آه طريقه فرعون، طريقه م -م. الطغاة، نمرود نفس الامر، م -م. نمرود ايضا كان يستعمل الحرق، يريد ان يحرق ابراهيم، م -م. الان ومعاويه نفس نفس الامر، استعمل الحرق. الان التكفيريون على على نهج معاويه. والا بالاسلام في حرق؟ حرق الحرق شو اسمه الطيار كساسبه يعني صدم العالم بهذه الطريقه دبح. يعني التي فعلوها بهذا الحرق الذي فعلوه بهذا الطيار الاردني جماعه داعش يعني شيء كان صدم العالم يعني نعم بالاسلام في ذبح <applause> القران يقول فرعون كان ذبح <applause> هلا جماعه الان جماعه هو جماعه التكفيريين هو لد... القران يقول هو القران صف انه كان ذبح <applause> معاويه اخترع لهم روايه دس في في كتب اهل <applause> السنه جئناكم جأنا... بالذبح يا جماعة القرآن يقول لكم فرعون هو الدباح النبي ما كان دباح هي قضية بني قريظة هذه اكذوبة هذه هولوكوست النبي لم يذبح بني قريظة أنا عندي م. عشرين دليل وإن كان طبعا هناك الآن هناك من يثبتها من المؤرخ أنا عندي عشرين دليل بأن النبي لم يذبح اليهود كما الآن يصوره البعض ولكن للأسف الآن صارت ثقافة ولكن نحن دائما لابد ان نقول السلام عليك يا ابا عبد الله. لماذا؟ لانه نحن الحمد لله الحسين ببركه الحسين وصل الينا الاسلام المحمد الاصيل. سنميز حين نعرف أن هذا اسلام اموي هذا ليس هو اسلام محمد. ولكن المساكين الدواعش والوهابيه وابن وإبن تيميه على كل حال هو كان انا بعتقد كان هو أموي <صفيق> يعني على طريق بني <ص eben> أمية مساكين الآن أتباع ابن تيمية وأتباع محمد بن عبد الوهاب الآن يمارسون ويعيشون ويعتقدون للإسلام الأموي وهم لا يشعرون نعم أه سمحت شيخ أيضا المزيد من الأسئلة والرسائل الصوتية هذه الرسالة من أبو محمد جواد من العراق مخرج لو سمحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيد الشهداء عليه السلام الله. أود بعجالة أن أشير إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى كشاهد على كلام سماحة الشيخ الله يحفظه ويطيب بعمره إلى خطورة دور بني أمية في الإسلام هو أنهم يحاولون أن يبررون أفعالهم على أنها هي حين الدين وحقيقة الدين وأنها نابعة من الدين كما فعلوا في مقتل سيد الشهداء عليه السلام وبعد ذلك روجوا إلى أن يوم مقتل سيد الشهداء هو يوم مبارك ويوم نجى به الله كذا ويوم كذا ويستحب صيامه وإلى الآن موجودة هذه المسألة النقطة الثانية وهي مسألة الملك العضوب شيخنا الكريم و جناب الدكتور جمال الله يحفظكم ان شاء الله الان هذا الملك العضوض موجود لدينا الان الان السعوديه ونحن نسميها السعوديه وهذه من العجائب هي المكان اسمه شبه الجزيره العربيه او جزيره العرب الان اتى آل سعود بملكهم العضوض حتى اسم المكان جغرافيا غيروه وهذا ما لا. نفس المشروع الذي أراده بني أمية أو بنو أمية لا. عندما جاءوا للإسلام أرادوا أن يلتهموا كل شيء إن صح التعبير لا. فهؤلاء المدرسة الوهابية وآل سعود هم يعني على نفس غرار ذلك الملك العضوض. النقطة الثالثة للأسف الشديد نشاهد في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الاخوه يتخذ من بعض الشعائر وبالاخص التطبير وسيله لتصفيه الحسابات وكانما هو في معركه طبعا انا اسميها شعائر تنزلا يعني باعتبار هو يراها شعيره يتخذ من هذه الافعال او الممارسات وسيله لاغراض معينه وهذا بعيد كل البعد يعني عن منطق الحسين صلوات الله عليه بل هذا قريب لمنطق أعداء الحسين لأن يعني أعداء الحسين أخذوا بعض الممارسات وحاولوا يصبغونها بصبغة دينية لمحاربة أهل الدين الآن بعض الممارسات للأسف الشديد تأخذ هذا المنحة أنا أسميه منحة نقاتلك بغضا لأبي نحن نسوي هذا الفعل بغضا بفلان نعم. وفلان الان طيب. لا اريد ان نكتفي أصرح بهذا القدر من, من يعني. رساله العزيز ابو محمد جزاه الله أخير. خير, سماحة شيخ تعليق على أنا... هذه الرساله تفضل ط... نعم تعليق يعني مختصر م. من من ال... من اغتيال اهل البيت عليهم الصلاه والسلام اغتيالهم معنويا واغتيالهم بانهم ارتكبوا جريمه في كربلاء نعم قتلوا سبط النبي صلى الله عليه واله و16 او 17 من هذه الذرية الطيبة بالإضافة طبعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالإضافة ولكن في ولكن في نفس الوقت يري أراد بنو أمية لنا أن نحول يوم هذه يوم النكبة يوم هذه المصيبة ابن عباس يقول في الحديث المعتبر عند إخوان أهل السنة والجماعة بأنه رأيت رسول الله أشعث أكبر يحمل على هذا الحديث المعروف <applause> والرسول يبكي قبل الحسين قبل أن يستشهد الحسين في مناسبات كثيرة وجبرائيل يأتي له بالتربة وينوح على الحسين ويتفجع على الحسين ولكن بنو أمية ماذا 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 زوروا زوروا أحاديث بأن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وهذا يوم بركة وهذا يوم يعني مستحب فيه تتكحل يعني أرادوا أن يحولوا هذا اليوم ويغطوا على الجريمة ويحولوا هذا اليوم هل إما شماتة أو أنه لا يريدوا تغطية الجريمة أن يحولوا هذا اليوم يوم حزن الرسول حزن الدين حزن الإسلام يحوله إلى عرس وهناك الآن للأسف من أمتنا الآن من يكرر هذه الأحاديث الأموية ها أمويات ها أمويات يريدون تحويل يوم المصيبة إلى عرس والصوم شكرا لله عز وجل، وهذا اليوم تجمع فيه المؤونه، وهذا يوم مبارك، وهذا وهذا فبالتالي نحن واقعا يعني امام مشروع اموي كما ذكرت، كما استهدف القران كذلك استهدف الثقل الثاني، استهدف اهل البيت حتى في يوم مصيبه اهل البيت، يوم حزن الاسلام وحزن الرسول ارادوا لهذا اليوم ان يكون يوم فرحه. ويوم سرور هذا يوم فرحت فيه بنو أمية وبنو مروان و... و... من هؤلاء الجلاوزة من هؤلاء لا. طبعا الآن هناك من استغف... نستغفلهم من الفكر الأموي المشروع الأموي لهذا السبب أنا دائما أقول بأنه نحن علينا أن نبين حقيقة و... وأبعاد الأبعاد الخطيرة للمشروع الأموي مشروع ليس ما فعل فعل يزيد وفعل ما لا هذه أفعال تأتي ضمن مشروع كامل مشروع كان يريد أن يقضي على الإسلام نعم هذا هو هذه هي حقيقة الصراع في كربلاء بأن كربلاء أنقذت الإسلام من أخطر مشروع كان يريد أن يقضي على الرسالة المحمدية ويقضي على القرآن ويقضي على مشروع الأنبياء وعلى الكتب وما أنزل الله عز وجل وما أرسل فإذا هذه هي حقيقة كربلاء وغدا يوم العاشر نحن نعم في يوم العاشر علينا أن نستذكر الحسين ونبكي على الحسين وأن تتفاعل ولا شك أن كل إنسان حتى إنسان غير مسلم عندما يشاهد هذه يحزن ويتألم بفطرته يعني فعلينا إن شاء الله غداً علينا نحن غداً جميعاً كل مسلم كل حر كل شريف كل إنسان عليه غدا ان يتفاعل مع عاشوراء، مع ذكرى كربلاء بالمواقف وبالعواطف وبالمواقف غدا ليس فقط هو يوم الدمعه ويوم البكاء بل يوم تجديد البيعه والعهد نعم والولاء لسيد يا الشهداء يا ليتني اكون معك يا حسين في اي مكان في اي قضيه في اي قضيه لمظلوم، كونا للظالم خصما غدا يوم الذي نعلن فيه يوم النصره للمظلومين يوم نصره الحسين، يوم نصره المظلومين، نقول كلا كلا امريكا كلا 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 اسرائيل. نعم غدا هو يوم المواقف ليس يوم الفقط يوم العواطف. هكذا نحيي كربلاء ونحيا بثوره الحسين ويحيا الاسلام ب ذكرى عاشوراء كل الشكر لكم سماحة شيخ اسد محمد قصير على هذه المطالعه القيمه وان شاء الله غدا باذن الله تعالى نستمر معكم باذن الله وعظم الله اجوركم مشاهدينا الاكارم نلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في امان الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته